أرسنال يبدأ الموسم دوري أبطال أوروبا كهدف، بس نلعب على أحد الكؤوس. الدوري الأوروبي سنة استراتيجية، من بعد نغير التشكيلة نغير الملعبية، يخسر الليج يقول لك الهدف في المركز الرابع، يخرج من الكاس يقول لك المركز الرابع. هذه المصبرات بتاع المركز الرابع، الله لا شيء المركز الرابع يا امري، العب كل بطولة لبطولتها. ولذلك اليوم هو انتصار استراتيجية مانشستر ومدربه أولي جونر اللي قالك الكاس من اهدافي. هذه الفرق الكبرى ما تعملش راهو واحد لقب يعني رئيسي ولقب ثانوي، لا 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 لا، كل منشار تاكل الكؤوس. مانشستر وارسنال يلزم يلعبوا على كل الكؤوس. استراتيجية ابن مولد السيد أولي جونر اعتقد ولو يشيلمنا هذا المولد صدق كذي، بعد 10 مرة رجعك فلك بعد تمود ماكو يبك هاك، هذا رجعتك تروح هاك جسي دي استدعاء، هذا راح الزدعي خابرت على ترامب. ترامب شلونك يبا زين؟ رجع خابرت لك لترامب، بس شلون تنزلك؟ يلا دي شمرولي فيك، دي شمرولي خرب لنا، لا تقول لي نزلت بدون سلاح. انت تراسل سلوية خرب يومك في الكيخ، خرب يومك في الكيخ. خاب عطلة القشرة علينا إن شاء الله، ماذا الخطار ما جعلنا للبيت بعد أخوك مشيلة أنا من البيت أسجله باسم كم فهموني طقت روحي ترى والله. يعني شنو ينضوجك بالخط؟ شغلات هواية عمري. يعني مثيش مثلا؟ يعني مثلا طب الغرف تلقى لك هذا رجلينا شود وكراعينا ما تنعلى شربايته وما مغسل رجليه زين، والثلاجة مخلصة أكل، شو أسوي أنا في هالحالة؟ هسه بالله الثلاجة نقول خلي ياكلون منها عواف إن شاء الله، سمو جاكنا بوت ببطن كم، بس أنا اللي غثني منلقى حاط الشاحنة بتليفون ومتمدد ولا كأنما أنا اريد أشحن، عبالك متبرع بيها الدور فروخة يطلعون على راسي يقعدون هو ولا كأنما خايبين من على أبوكم يا أبو تشري من لفاكم وبيعت إن شاء الله. ميماتش مالك طبقا عندك الفيوزات ندري نتائجك اليوم مش مالك مراد رحم الله وديك عوف الدواقة ولا تتدخل ما عليك. اخ بوي حلقي هذا ابن الرقلة يشمت بيا كل ساعة وقال لي طايح بثنين وانا من والعباس راسي بخابته هو انت مطي شي طرحك بالشادش ولك انا المطي انا لو انت صار لك سنين بالشادش الكاتب الاسلامية النجاش ومنطقة بالسماول اللصم وجه العقعق. والله يا اخوي ما ادري ايش اقول لك، ناجحين لو لا بس بالرياضه وماخذين 50 ماكو طريقه نطلعهم بيها من السادس الا نطلعهم تهريب. هسه هرب وجهك براجدته شاذل ما يصير، جماعتك ثولان الى درجه الاستمطاء، يعني لو تراوسهم بثلاجه محشل لك على الاقل تشرب بها ماء بارد. والله ما ادري ايش اقول، يعني ما تلا سالفه ما تسولف، خوبانا صار سنين العب طوبه، هل تشوف راسي صاير عبالك زحزحه ما جحد قد ما افكر بالطوبه، بس ما شايف الجمهور بحياتي، والكم اكلته والبتو شربتوها الدور دور جماعه الانستغرام والفيسبوك خويا شمالكم التم ما طالعين، والكم احنا البتو وقف يمنا معارينا بلعبة الريال، وانا ولا احتاج ولا شي، انا قلت كمان قهر بداخل اقول فديتها بس يعني مو هي شي ما سايرة هاي، يعني فديتكم توبشوني شنو السالفة زين، هسه مع احترامنا للبت هي ولا وصاكة يعني، والانتاج العراقي ما شاء الله يعني نشكرهم جدا على هذا الانتاج يعني الحمد لله والشكر يعني وشكرا ما اعرف شي عبر، بس مو هي شي بعد اخوكم شنو السالفة؟ والكم اكلتونا حاصل فاصل، دا قولوا البيت خطية، دا رحموها، دا ستروا عليها، دا شوفوا لي حسابها.